Hello everyone. Fashion News Arabia هالأسبوع بيخدكن على أسابيع الموضة بميلان وباريس. تغطية خاصة لـ Egypt Fashion Awards. متحمسة اني اتفرج. انا متحمسة قوي 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 اتفرج على كل الحاجات اللي اتعملت. Great opportunity to meet all these designers. محطات في مسيرة جيسون وو. فرنوش حميديان تتحدى كل القيود. I did what I could. I knocked at all the doors. I'm still here. المصممين السعوديين إلى العالمية. لقاء خاص مع جورج شقرة من باريس. وما في شي حر زين، إنه ما بدك تعصب كتير، بدك تشتغل على الري. كل هيدا ناطركن بفاشن نيوز أريبيا.